حقيقة احنا معانا موهبة، موهبة فذة. لو كنا بنتكلم على لعيب فذة وبنتكلم على مدرب متألق، احنا كمان معانا معلق على مستوى، مش هقول مستوى متألق على المستوى المصري والعربي، لكن انا بالنسبة لي متألق على المستوى العالمي. كابتن عصام منورنا ومشرفنا في البيت الكبير مرة تانية. تاريخ كبير في التعليق، ويعني وانا بتفرج على التقرير بحس كمان من خلال الصوت، من خلال تعابيرك الواحد جسمه بيأشعر، خاصه مع منتخب مصر وده هنجيله. لكن عايزين نبدا الرحله من الاول، رحله حضرتك مع التعليق، والفكره جات لك ازاي ان انا عايز اخش مجال التعليق، التعليق الرياضي بصفه خاصه. انا طبعا بديت من الامارات، من في اواخر التسعينات بدات من الامارات، وعن طريق دبي الرياضيه. الاول طبعا كنت بلعب كوره على مستوى دوري متوسط في الامارات ودوري مؤسسات. بعد كده من خلال كل المعلقين او معظم المعلقين في الدورات الرمضانيه بتبقى فرصه كويسه صحيح. ان انت ممكن تقدم نفسك كويس للناس تسمعك، تشوف هل في موهبه ولا لا. كنت بلعب مع فرق من الفرق الكويسه الكبيره في البطولات هناك فاصبت، فده كان سبب رئيسي جدا ان انا اعلق بعض المباريات. الحمد لله كل الناس سمعتني، شافت اني الحمد لله في موهبه كويسه. بعد كده قدمت نفسي لقنوات دبي الرياضيه فتره كانت عندها الدوري الالماني وكان عندها دوريات كتيره جدا صحيح. في الفتره بتاعت التسعينات، والحمد لله مشيت. حتى يمكن اول مباراه انا خدتها كانت نهائي كاس اسكتلندا، والفتره اللي انت كنت فيها كابتن هاني كنت في المانيا، دي برضو اشتغلتها بشكل كبير جدا الحمد لله. قعدت ومن اول يمكن 3-4 سنوات الحمد لله بدات الحمد لله تجيلي اكتر من عروض لحد ما جه العرض بتاع قنوات الاي ار تي، وبعد كده انتقلت بقى الاي ار تي وخدت فيها كم خبرات غير طبيعي في كره القدم صحيح. طبعا كل البطولات تقريبا كانت موجوده عند قنوات الاي ار تي، ودي بيسقل من خلالها اي معلق بيسقل من خلالها صح. كانت توليفه كبيره جدا من البطولات، كل البطولات القاريه، البطولات العربيه، المحليه، كل قارات العالم الحمد لله خدت فيها خبرات كبيره جدا جدا. وبدات بقى مرحله الاحتراف من دبي الرياضيه، ثم بعد كده فتره الاي ار تي، ثم بعد كده رجعت تاني دبي الرياضيه، ثم دلوقتي ابو ظبي الرياضيه لاكثر من 10 سنوات. مشوار طويل ومشوار حافله كابتن فعلا. طبعا زي ما بنتكلم دايما على عناصر اللعبه، اذا كنت مدرب او لاعب او حتى على مستوى الاداره، لازم تثقل موهبتك. انت عندك الموهبه والمعلق، المشوار الطويل دوت اكيد ما استخدمتش موهبتك بس، على مستوى تجهيز نفسك بقى وعلى مستوى الشغل على نفسك، اشتغلت على نفسك ازاي لغايه ما وصلت لهذه الدرجه من الاحترافيه؟ اولا الكابتن هاني، انت في التعليق زي لعيب الكوره، لعيب الكوره عنده طموح يكون لعيب دولي، نفس الكلام بالنسبه للكومنتيتور، لازم تكون انت معلق محترف، معلق دولي، وده طبعا بيحتاج شغل كبير جدا. اول حاجه كره القدم دي فيها عناصر كتيره جدا، عنصر التدريب، عنصر التحكيم، عنصر الاعداد والتقديم التلفزيوني، انت تشتغل على نفسك حتى على مستوى الميديا، ان انت تسعى وتجتهد وتجري على موضوع ان انت تروح ازاي تتعلم نطق الاسماء بتاع الفرق بتاع الدوريات انت بتشتغل عليها. فكان بياخد معايا مشوار طويل جدا، يعني انا كنت ساعات بقطع مثلا 160 كيلو 150 كيلو عشان اروح مثلا اجيب حصيله الاسماء بتاع الدوري الالماني. نفس الكلام كان عندي دوري، كان عندي دوريات من الدوريات الارجنتيني، الدوري بتاع الدوريات بتاعت امريكا الجنوبيه النطق فيها مختلف، الدوريات الاوروبيه مزبوط. فكنت بروح دايما للمسؤول الاعلامي او الملحق الاعلامي في كل سفاره وباخد منه موعد وبقعد معاه وبكون جايب الفرق كلها بحيث ان هو يقدر ينطق لي، لان انت عارف طبعا بره الاسماء بتختلف صحيح. والحروف اللي عليها بتختلف طبعا. فبيديك النطق الصح بتاعها، لما بتيجي تشتغل ما بيبقاش عندك مشكله، بتعمل الداتا بتاعتك طول من بدايه الموسم وبتشتغل. طبعا هو المعلق برضه في جزء من الشغل الصحفي، يعني ان انت لازم تجري على المعلومه وتجيب معلومه خاصه ودايما تكون متجدد، لان كل يوم بيعدي عليك الموضوع بيقدم، فلازم دايما انت تحدث نفسك. لما طبعا بتاخد في الجزء التدريبي وبتاخد في الجزء البدني، الجزء الطبي، كل ده لان انت بتعلق للعناصر اللعبه دي فما تظلمهمش، وبتاخد من الاول انت محترف ما عندكش عواطف خالص، انت بتخش الماتش انت عاوز عصام عبده هو اللي يفوز، فبالتالي انت دايما بتحافظ على وضعك ان انت راجل عندك احترام للشاشه، احترام للمشاهد، وان انت ما تجيبش. هنيجي ليه كمان الخطوط العريضه اللي حضرتك ممكن تشوفها في معلق الرياضي، نجاحات بتتوقف عليه، لكن هاخد من دوت ساعات واحنا بنتفرج على التلفزيون والناس بتتفرج على التلفزيون، ممكن يقول لك المعلق ده لعب كوره او المعلق ده ما لعبش كوره. هل بتفرق جدا ان يكون المعلق الرياضي خاصه في كره القدم يكون مارس ولو جزء من كره القدم، بتساعده دوت في عمليه التعليق؟ طبعا القرايه يا كابتن هاني مهمه جدا، القرايه ان دايما تقرا وتطلع وتشوف، وزي ما قلت لك ان انت حتى يبقى عندك جزء كبير جدا كمساعد مدرب ان انت بتشتغل ليهم، وده بيفرق معاك كتير جدا لما بتخش مجال الاحتراف التعليقي.
بعض الاوقات بيجي لك ماتش في بيبلغوك مثلا قبلها بساعتين ثلاثه. لو انت محترف وبروفيشنال كويس، وخصوصا لما تكون بتلعب كوره وعرفت الكوره وعندك فكره عن الكوره، بتقدر تقوم بالمباراه ما بيهمكش، ما بتخافش. ليه؟ لان انت اصلا انت بتتكلم في السياق 90 دقيقه، تمام، حاجه انت بتحبها وشغال عليها، تقدر تتكلم في تكتكس معين. وده خلي بالك، انت مثلا كابتن هاني مدرب مثلا منتخب مصر، فانت بتدي له حقه، ازاي بيشتغل، ازاي موقف الفرقه، ازاي بيلعب 4-2-3-1، ازاي تبين للمشاهد الجزء اللي هو الجانبي، وده مهم جدا. اللي ما بيشوفوش المشاهد العادي انت بقى مهم جدا. انت لازم تبرزه بشكل ولاعيب كره مؤدي اداء كويس، في معد بدني مع الفرقه اعداد كويس، ازاي طرق التدريب وطرق التحويل وطرق اللي اتغيرت فيها الكوره من اول ما ساكي عمل الطريقه القديمه، ثم بعد كده الدايموند مع ايمي جاكي، ثم بعد ذلك تطور الاداء شويه مع كل بطوله، ازاي بيطلع مدرب يعمل تغيير في الكوره بشكل معين. مع جارديولا التيكي تاكا مع جارديولا، مورينيو لما كان بيلعب على يعني اللعبه المحسوبه او الباص المحسوب عن طريق مايكون، يعني كل فتره ما بين كل فتره وفتره بيجي مدرب طبعا يعمل اسم كبير في اوروبا او في العالم، انت بتشوف الكوره ايه الحديث بعديها. وبعد كل بطوله برضو في سيرش كتير ومعلومات كتيره جدا على المستوى البدني، لان كره القدم يا كابتن هاني هي علم. نفس الكلام بالنسبه للتعليق، التعليق علم، التعليق من الصراخ ولا التعليق ان انت تبقى نايم، التعليق عامل زي خطوط الملعب.